حتى الحيف كان قديم يوم فقر ما في شيء الاولين عرفت ما عندهم شيء عرفت كيف حلو هذا الشايب شايب اي شيبه تي راسك صح انت الشايب يا اخوي لا ما اصلا شايب انا بصير مخطوف بصير مخطوف شايبنا فعلا ويكون شايبنا ان شاء الله في ابي اصير مخطوف ابغى الخطف والله امانه اشوف وجهه شري انا وجهي مخطوف ان شاء الله تموت اكل بعد الحين والله لازم توصل كذي الحين ما في امل ها انا هين انا شوف انا اقدر اجيب وكذا واعرض عليه فهمت بس لو جاء وشافك بيخطف نفسه وينحاش سلامات يقول والله ما العب معكم مره ثانيه زين شلونك هذا الحكيم الشايب الحكيم لا هي على كذا هي على ما لبسه ثوب حكيم منو هذا اللي جايب من العصور الوسطى هو احمد سعود هذا اللي لقى لنا الحل احمد سعود هو اللي يموت وما يموت ما يموت آه ما قري معودات شوف المفروض ان انا اكون بطل ما في كلها ابطال كل اللي هنا ابطال لا من الدور الرئيسي في لازم في دور رئيسي يعني هو اللي يكون لازم في محور كلنا تداخل لازم محور لازم لازم محور يا تقصد اننا كلنا بنقعد نمثل وكلنا بنقعد نروح وكلنا هذا لا لا لا. بس في واحد لازم يكون هو يعني الاكثر ثواب هو الموجود يا اخي ما في شيء في بطل واحد تعرف ليش أبطال. جلساتنا فيها تخطيط شوف تعرف ليش يخدم بيضيعنا انك يعني انا اشوف بوجهة نظري مثل ما قال احمد سعود يناسب يكون او ممكن صالح فرحان مبدع حتى في التمثيل انت فرحان ودك هو اللي البيت حقه وانت صالح ودك نحطه صالح فرحان اللي نبي نطب عليه هو ايش رايك نخطط صالح فرحان انت وش فيك خلص عليه ودي العزل ذي الكلمه ما فرقت كنا نخطفنا لا ما احنا في جريمه يا اخي يجري فيني كذا كذا انت شلون او اي تي الدمويه احب كذا احب اشباح احب وحوش كذا يا اخي العزيز من سيد معاذ جيبوا لي اي قضيه انا جدا تعبان اسمع عبد العزيز شهراني معانا؟ لا بس انا خلصنا لا انا فيصل وانت فيصل بن قربه صالح الفرحان بس سعد الدوسري خمسة انا وانت السادس احمد سعود ستة ما نقدر اصلا نزيد خمسة ثم عاد سادسهم والفرقة المجموعات ثلاث يعني كل واحد يروح مجموعة وكلها على بعضها يعني ما في ذاك الشيء اللي عرفت يا اخي ابغى هدف يا فواز يا فواز فكر فيها بعقل على اساس بسم الله عليك المشاوذ هذه معبأة ايه كلها هدف بس انا ما اعرف انا اربط يا اخي جينا مثلنا متى جاني الثوب الثوب المغربي والثوب البرتقالي ذاك هي ما لها علاقة والله العظيم ما جاني قبل خمس دقائق من الفقرة تدري انه ولا جملة يعني شوف اللي نقول النص موجود يمكن ناخذ من النص جمل محدده يعني مو سطر واحد باقي من المخ سوالف الاعداد انجلطوا ما يدري متى نخلص نعطيهم بس الكيو اللي اخر كلمه قلنا الكلمه نعرف نخلص يطلع من الكام اقعدوا لا تبعد لنا كلمه اعطيتهم الكيو انه هذه الفلوس 32000 خلاص بعض الناس راح ورا الباب سكت سكت قاعد اجيب الفلوس طلعت قاعد اقول هذا انه طلعت الكاميرا على اساس بنتجالد انه خير ومدري كيف انه يعني اوكي راحت الكاميرا لمكان ثاني على اساس اني بمسكهم عليكم اي على اساس اني بمسكهم انه وش ذا طلعنا من النص كثير بعدين بطلع يعني طلعت برا لا نزل في التمثيل يمثلون هنا خش عليهم السلام عليك كيف بغيت اقول كيف الاداء هذا بجي معه في التمثيل كيف بمثل معه ولا بروفه سويناه كيف بمثل معه الحين ما في ولا بروفه ترى كذا دخلنا مثلنا طبعاً وفشلت وجبت الأخير ولا برافو بكل شرف ما مرتبة الشرف يعني هلا مرحبا مرحبا عليكم السلام عليكم يا هلا بالعائد من جديد يا لا 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 يا لا 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 أنت صادق فكرتك ذي تبيها سلام ورحمة الله وبركاته قد كان لك واقع العقلية ما ترى درس لنا ذي شعوذ وبكامل ما أملك من خلايا ايش مسوي؟ ايش مسوي؟ وش ايش مسوي؟ جاء معطيهم فكرة عن عن كلاكت ايش شعوذة بعد؟ لا ها؟ تبيهم عن ما هم يبون كوميديا في شطح الرجل شطحها علينا بعيدة ايش يقول؟ خلاص يقولوا لا تعلمه صح ما علمه بعدين ياخذ لا هي سعد يعني يمون اريبوش اللي تعلم سعد لا يحسرقون هذا بس احنا يمكن نغيرها
لكن بما انك سعد، الفكره عن كنز عصور وسطى. الوسطى منهم دوري عصور وسطى عصور نجد قصدك؟ فكره 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 عن ايش؟ بس احسهم عصور كانت فخمه. فكرتك عن ايش؟ كلها ظلال في ظلال. وشلون عصور وسطى؟ ما ادري انا. عصور واحد جاينا من عصور الوسطى. منهم عصور الوسطى منهم عصور الوسطى منهم دولي؟ هم عندهم جليد ولا عظم؟ مش وضعهم دول. العصور الوسطى هذه عصور الظلال. وش تخيل واحد جاي من عصور الوسطى؟ الرومان ومن الرومان. ما ادري حنك عصور الوسطى. الو تك. وش عصور الوسطى؟ في احد هنقر؟ ما ادري ما ادري ما ادري ما في الا محمود. محمود الشباب. المهم اصمله معلش يا شباب، انا خل عطني لين بكره ونطلع معي شيء. وين ساير؟ وين ساير؟ وين بتروح؟ بروح التواليت. والله الكلام ما يستوي. يجي سوي انا؟ انجات معي فكره؟ اوني قاعد يا انجلش. ايش رايك؟ ما يستوي يا معاوي. يا كورس اوف كورس الامارات. اي ام سوري. انت من الكاميرا. جو جو. انت من الكاميرا. يعطيكم العافيه يا شباب. تصور كاس سهل. اي ام جوينج تو تواليت. انتبه طريق شيء مطبات شيء في ترى في دوار قدامك لا تطيح في المطب يا ولد. اهني بدري. زبدة الموضوع ايها الرجاله. زبدة الموضوع عندنا ظني بدخل الثالث مره ثانيه. وشو؟ وش فيك انت؟ وش فيك؟ ترى انا قلت لك شيء يوم قصه مشعود يوم كنت قائد. انا وفواز ومن؟ وايش اسمه من بعد؟ فيصل بن قربه. ايوه وصالح فرحه. بس أنا مع سرور الروقي القائد صالح القحطاني منصور القرني اللي مع عبد العزيز بن سعيد محمد فلاح وليد الشمري من القائد صالح القحطاني القائد. اي انت فكر فيها ما عندنا احنا واحد ممثل. القائد شوف وليد الممثل اللي مدحهم وليد وعلي وصالح. عندنا واحد ممثل فيصل بن قربه صالح فرحان واحمد سعود اقسم بالله العظيم انهم لا يعني دورها تمثيل. هو يعني حياته يعشق شو اسمه تمثيل. صح مسلسلات فيصل بن قربه ازهله وصالح الفرحان ازهله واحمد سعود والله العظيم عندنا كلنا فاصلين. طبعا انا من اليوم ترى قاعد اعلمك يعني ترى اسمع ترى قاعد اقرا علشان اعلمك اني قائد. يلا يا قائد. القائد فواز الشمري فيصل بن قربه. واسمع امنعنا من التعليقات على فادي اي شيء يقول يقول اي صحيح صحيح اسكت بعدين. وانا وش عرفني ان لا جاء بروفايلي كله انتفى. انا حاسب تعليقي كويس لا تنتفى هو جارب يعني على اساس فادي ما يسمع كلام. لا لا خلص وقيم وانتهى انتفى عقبها اعترض عرفت بس ما تقيمنا لا تعترض خلي لا اعترض درجه توهق اعطاني درجه لا لا انتفى بعدين. ذاك اليوم مره كنت ممثل دار اموت فيه. المهم يوم جيت عنده على انه يقيم زي كذا يسالهم وين المقتول؟ وين الميت؟ يقصد كنت انا طلعت انا المفروض انت ميت ميت يقول انا ها وانا بموت وانا بموت ها لا عاد جابوا الصورة وانا ميت تقول كذا شو السؤال يا شيخ؟ اي هذا فريقك القائد حقكم منصور القرني علي الكلثمي عبد الله السهراني سرور الروقي سعد الكلثم والله مجموعتكم عشان كذا اقول نار والله كلهم وصالح القحطاني بعد نار حتى ذي صالح انه والله العظيم اني وليد بنفلم والله كل المجموعات اسمع انا ما ارضى الا بالاول. وانا رجال جتني ضربات في راسي كثيره مع ان حتى انه ماني ما طلعت. انت بس تفصل على فادي. انا رجال لازم اني اوصل الى هدف. والهدف هذا ابي اخذ الدرجه الكامله. انت بس تفصل على هادي بس. فادي ما ادري هادي. تدري ان بعض الناس اللي مسوي فيها يعني انه الدرجه كامله جاي عندي عندي فكره تخليك تاخذ الاول. يقولها. ايش فكرتك؟ والله فكرتي. اذا بوليتو فاستاتيرو. لازم اعلمك عن التاريخ علشان يا اخي وش سويت؟ قسم بالله انك ظالمني علشان اصبر اعلمك عن التاريخ اعلمك عن الماضي علشان تفكر في الحاضر. لا لا تفكر خليك ايجابي فكر المستقبل يا اخي. يا اخي المستقبل الله اكبر عاد يعني قال لي انه ضامنينه بسم الله عليك. ضامن لك ماضي؟ نحن نعد له ولكن لا نهتم. يا سعد جاي عندي قايل لي فواز انا عندي فكره. الأول أنت وش الفكرة مشعول؟ وأنت إنسان عندك وهم أوكي؟ عشان والله يا أخي مدخل شغلات ذيك ننجح أساس 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 قم 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 تنادي هاي 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 قم 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 يلا بسم الله تناديك يلا تناديك أيه. الاضواء شو اسمه ذي من اللي قم قم خلينا نفكر بس خلي
قم يلا. لا يا عيال مو كذا مو كذا. اهدى من كذا؟ ايش ايش ايوه. قم قم قم. من شغله مخي ترى. يا اخي عجبني فواز. العظيم هذا فواز. هذا الكاركتر نبغى ننجح. تدري تدري ايش يسوي؟ اقسم بالله هذا كاركتر كوميدي حلو. تدري ايش يسوي؟ مره واقف زين كان يسمع ما ادري الظاهر كان يسمع موال فهمت؟ ما ادري ما ادري يعني ما فيه اي طرب في الموضوع زين؟ يناظرني كذا بعدين يقول يعني ذيك مره قاعد اقول وش حقت فيصل؟ حقت فيصل وش هي؟ وش هي؟ عذرا على يقول قاعد انا اقول اقول عذرا على الكلمه انا بعدين يقول كذا مجبر اغيب ايش طيب ايش دخل هذه طيب ما له اي علاقه ما له اي علاقه والله يا عزيز بس على اي شيء يقول والله يا رجال انها صدق يا اخي فكرتنا ذي ترى لازم نجهز تدري ايش اشتقت له يا فواز الساعه 3 اقول لك شغله اسلم يا قلبي تدري ايش اشتقت له قول عاد تستعتبر انا مسخ وياك اقعد كذا فهمت واسمع احساسك اي والله اشتقت عطنا احساسي انا اي بكامل قوتك العقليه يا اخي انت انسان تكفى لا انت انسان تدري انت انت ايش ايش زين فيك ها هو ما شاء الله عليك كب احساس عرفت يعني الرجال من اول ما يبدا ينشد تحس انك تقول كذا لا اراديا شوف تدري انك كذا حسيت كذا طلع الغزالي قدامي ترى تدري ايش تدري الموسيقى الحلال تدري ايش صوت فواز انا ما انسد انا كذا كذا ولا كذا فواز تدري وانت تسولف زي كذا حسيت الغزالي كذا طلع لي الدعايه ذي ما صدق كذا ها انت مستمع جيد يلا صدق 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 بالله عطني شيء ابي اسمع وبعدها ابي اسمع فواز ابي اسمع ابي اسمع احساسك اللي ما شاء الله انا ابكو يلا يلا انا صراحه اني ابيك تخليني اتعذب من قوه الاحساس اللي فيك يلا تي را 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 الله عذرا على الكلمة أنا مجبر أغيب من الرسائل والصور والأمان من وجهك النير ومن ركبة الجيب ومن الشعور العذب ومن صوتك المبحوح وسلطة لساني عذرا ترن ترن عذرا عليك أنا مجمل أغيب من الرسائل والصور والأماني ألعب ومن وجهك النير ومن عاد الشيوخ ها ركبة الجيب يلا يا سعد بطلب 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 منك طلب بطلب منك طلب ابيك تقول حقت ابيك تقول اللي قلتها عبد الغزالي اتحداك اتحداك والله العظيم اني احب هالشيء هذه لكنها احترام اللي اي صح صح صح, 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 صح نسيت والله نسيت يا سلام يا سلام ايه ايه ما شاء الله اول شيء انا 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 بغبطك على هايدي النعمه اللي انت ممتلكها اللي هنا الاحساس احساس القاتل وش فيك الاحساس اللي فيك ما شاء الله تبارك الله احنا نتعلم منك يا استاذ ذكرني يا اسمك يا قلبي يا استاذ فواز يا احساسي وشعوري يا كليتي انت الله يا كبدتي يا الامعاء الدقيقه والغليظه كذا تذكرت فادي يا الامعاء الدقيقه والغليظه انا قلت فكره وش اقول فكرتي ذي ما راح اغيرها على طاري الاحساس البير هذا هو اللي من غيرك اول انشوده لا يا شيخ اسمع شوف هذه شو اسمها عذرا على الكلمه كل ما سمعتها اتذكر نشيده انا ما ادري الظاهر انها حقت زد رصيدك ما ادري وش بالضبط ما يعني ما اذكر وش له بالضبط بس اني قد سمعتها من هذا ما شاء الله هذا ميموري ما شاء الله عنده كويس بيعني ايه تعرف صديقي اللي لا حضر ما نمله لا ها لا والله ما اعرف وين المهم تخرب التمرين تقول ما عندك كويس يلا شفت الناس هذه هذه خليني بقول خليني بقول يقول يا يمه وين صديق اللي لا حضر ما نملا وغيابه يضايق علينا الوسيعة شوفه يداوي القلب
من كل علاه وبعده يضر القلب ما نستطيع. صديق اللي لاحظ ليش ذا القصة تعال يا ما نملا الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الناس ما قبالنا قال ماشي تدري تقدر انك تغير على ضحكه ذي سعد احس انك لو تكتمها يمكن تنفجر لا لا صدق صدق والله العظيم عطسه بعيد جاي عطسه جاي من الرياض اسمع بعيد جاي ترى فعلا تقدر تغير عطسه صدق تخليها عطسه اتيكيت شوي يعني صدق شوف هتتتو لا 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 تعطس يعني شوف انا فيني عطسه الحين لا تفتح صوتك كذا شفت كيف هذه اتيكيت لا لا هاو شيء هذه خبز وكيك قلة قليلة من الحياة ما ترى بيفصل عليك لا صدق خلينا نشوف شيء صدق صدق وش العطسة اللي تحسنها تيكيت يلا نبدأ من عندك فوز يلا شوف يا الحين أنت الحين قاعد في مكان كذا قهوة كافي حط رجل على رجل عرفت تخيل شكلك كذا وقدامك قهوة وإضاءة صفراء هذه كيف فهمت فهمت وجاتك عطسة عرفت وتحس إنك لازم تعطس وأنت في مكان هادي شلون تعطس يلا ما تسمع اذا تنفست من قوه ما الجو هذه تسمع صوت نفسك يلا شلون تعطس انت في المكان على حسب الموقف يلا شلون تعطس يلا يلا على حسب هذا الموقف اللي اقول لك شلون تعطس يلا يعني وش الموقف عاد الله يقرا من الباب يا اخي شو ناول شو انا قاعد اركز بدانا دي اسمع اسمع عليكم السلام هلا تعال 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 نديلك نديلك شيء خلني لقيت لقيت شيء اقدر امسك عليك الاسبوع هذا اول شيء اول شيء اسمع اسمع سعد سعد اسمع فواز اول شيء احب يدي اول شيء احب يدك اشكرني لاني اعطيتك نص النقاط اللي اخذتها في البرايم زين خلصت كلامك اشكرني لاني قلت اختار وليد الشمري يجي معي في غرفه العزل عشان اذا اخذت انا نقاط تجيه نصها اشكرني اشكرك انا اكثر شخص استفدت منه اعطيتك نقاط طيب ممكن اوجه لك شكري ممكن يا ابو تفضل تفضل هو شدك وشو افا وشو ايه افا انا ما عندي مشكله هو المفروض يمسك يده ارفع يدك فوق ايوه والحمد لله ايوه انا واثق انه يروح العزل الحمد لله انك وافقت تروح العزل وانت ارفع يدك فوق ان سعد الكلثم بيض الله وجهه سعد الكلثم لا 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 ترى انا تعمدت اني اختار وليد الشمري عشان تجيه نقاط خلصت كلامك عرفت فانت قل لي شكرا ايوه ايوه ايش خلاص وليد 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 ترى وليد احنا بنرد احنا بنرد اي ترى كل اللي قاعد تسوي انت هروب الى الكبرياء لا انا ماني انا ما عندي كبرياء لا وليد وليد ترى والله المفروض تحترموني ملك العزل هنا ممكن تفضل انت الحين جالس تمن عليه بالنقاط ترى اذا ما اذا ما راح ما راح قوتك بيروح لقوه الشخص الثاني ترى مطلوب الرجال مطلوب دوليا تدري مطلوب بفلوس مش رايك انه شقق مفروشه شقق مفروشه لا لا شفته اذا ما عجزت يجي واحد يحجز قاعه وليد من البرايمات وليد لا وليد الشمري شقق المفروشه لا لا قاعه وليد من البرايمات لا شقق مفروشه شقق البرايمات وليد الشمري روح بجد طيب وين والله 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 يلا خلينا نسمع كلامك لما تروح وتجي بجرد شوي يلا خليه يجدني بس يلا اشوفك يا اول شيء لحظه ملك العزل يحب يشرب شاهي حلو ترى بدون سكر اوكي بدون سكر اللي مسوي يسوي الشهيات ذي اللي بدون سكر شهيات حط صبعك ما لا لا ما اقدر يخرب لا لا فواز فواز ما نبي سكر زياده والله ممكن تسمح لي ارد على سكر تسمم وش سكر تسمم اقصد السكر المضر مو البني يجيك سرطان حراري السكر الابيض الابيض الحلو هذاك عرفته لا لا مع ذلك انت تدري متى نحط اصبعك يا فواز اذا جينا زي الرز ملح انا ما احب اشرب شاي بسكر زياده عرفت فواز انا بعدين انت عسل انا نحتاجك بس لا جينا نسوي رز تغليني يدي عليك فواز انا نحتاجك بس لا جينا خليني ارد عليه اسمع يا رد يلا الادمي هذا حلو انا مسيطر عليه اليوم نائب المنظم الادمي هذا انا مسيطر عليه كل هذا الاسبوع اول شيء دخل العزل دخل البرايم هو لابس جزماتي اول شيء ثاني شيء اصلا بعدين ايش نستفيد من هالكلام بعلمك اني صاحب فضل من هالكلام صاحب فضل عليك ايش نستفيد من هالكلام الشيء الثاني يا طويل العمر تسمح لي اتكلم كلام غير واقعي هو غير منطقي تمن علي بكم نقطه اقدر اعوضهم بكره بمسابقه حياه اول الله ما ادري ايش اسمها قوه ثانيه ولا كان المفروض الحين ماخذ شنطتك ومع ابو عليان رايح ايش اسمه ريست نايت وتفتح السناب كذا والعالم تعزز لك انت قدمت مجهوداتك في حلو. احمد ربك مفروض الاسبوع هذا تقول بي كذا ها تقول ايش تبي بس اقول لك جيب لي كذا جيب طيب كذا اول شيء تسمح لي ابدا لاحظ انك اخذت الاول حلو لاحظ مضبوط خلني ابدا بس في كلامي انا الاسبوع الماضي
شكرا لي اني خليتك نائب المنظمة اعطيتك نصف القيمة. لا خلي كمل، انا ما قطعتك كم؟ ما قطعتك، اعترف اعطيتك 50-50. لا زين، ورحت لناصر وعدلتها. طيب زين، اعطيتك 50-50 مزبوط. طيب يعني نص الدرجات اللي جتني جتك، يعني كثار اللي اعطيتها صح؟ بس خليني اكمل، كثار النقاط خليني اكمل صح ولا لا؟ خليني اكمل، كثار اللي اعطيتها خليني اكمل، اعطيتها النقاط كثيرة صح؟ لا توني لو النقاط هذه كثيرة كيف فكيت نفسك من برايم؟ الحين قاعد اكمل، خليني اكمل نقاطي. اسلم. ف يا معاذ، وش اسمك معاذ؟ دقيقة خليكم معنا في المود شوي، عرفت؟ ف المنظم اعطيتك نص النقاط تمام؟ قلت تمام. جزاك الله خير، خليتني نائب منظم عندك زين؟ أيوة. بعد ما اعطيتك نصف النقاط اللي جتني حلو؟ اعطيتك نفسها. جت جت وطلعت برايم، من اول من جف بالي وليد الشمري، ليش؟ عشان اعطيه نقاط زيادة. تدري ما مسنعك يعني الا وليد الشمري. طيب اكمل؟ تفضل. اكمل؟ ف لا والله انا اللي مسنعك، انا معطيك نقاط. عرفت؟ خليتك تطلع معي في العزل. اوه ماي جاد. خليتك تطلع معي في العزل، اكمل ولا اقوم؟ لو سمحت تصرف وتصرف بدون اذن المنظم. اكمل ولا اقوم؟ ان بنكسر حق نقاط الشهر اللي راح يعني ما هذا، بعدين نكمل ورانا اسبوع كامل امن عليك. طبعا. والله شف انا ما من عليك اسبوع كامل شيء. اللي سويته واجب اني اساعد خويي اللي دخل البرايم مع انك قطعت السالفه. قاعد تمن علي؟ لا ما منيت. وقف شوف اقرا شكله، اقرا شكله قرفت. شكرا لك. رح الله يقرا ليس. هذا حقون الاداره، حطوا الخصميات هنا كلها. مرة لا مرة 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 وسهلا ترى علي. مرة مرة مسكت ولا يا علي. والله شوف اجلسوا الحين عشان نبغى نكسر على روسكم. والله نكسر. اجلسوا. ابغى احس بقوة الكسر، قوة الشهر. ارقفوا. ابيك تطلع الالم الداخلي. ايش رايك؟ التصرف هذا بالضبط. ايوه عند الاستاذ محمود. اضحك طيب. على الاستاذ